نعم يا بني. لما الجميع ينعتون الغبي بالحمار؟ هل الحمار غبي؟ لا يا بني، كل من ينعت الغبي بالحمار هو الغبي. أما الحمار فهو ذكي. لما الجميع إذن يحتقرونه؟ لأنهم ببساطة لا يدركون قيمته ولا يقدرون جل ما يفعله من أجلهم. الأغلب يا بني ناكرين للجميل. إذن هم معمي البصيرة يا جدي، أليس كذلك؟ نعم يا بني، أفكارهم محدودة، عقولهم الصغيرة مقيدة، أما قلوبهم فهي بالتأكيد متحجرة، قاسية، لا تعرف معنى الإنسانية. المرجو من الإنسانيين المحبين للتعاون والسلام التوجه نحو البوابة رقم 6 حيث القطار المتوجه نحو بلد الحرية. شكرا. هل تعلم شيئا؟ الحقيقة تبقى حقيقة، طالما أنا حي هي مرادي، لن أؤمن بأي شيء عداها. أما كذبك ومكرك سينتهيان يوما بعد أن ينقلبا ضدك ويشردانك من حياتك. أوه حقا؟ يا للمسكين، أشفق عليك. أنا من يشفق عليك، لأنك لست سوى سراب وجل كلماتك. أما سعادتك الزائفة هذه هي بالتأكيد مؤقتة. أصمت! أصحاب الأقنعة لا يحبون الحقيقة. روغريت موفي سيريز. هل تشعر بالحزقة؟ جيوبك فارغة مثقوبة؟ لا تملك ولو 4 ريال في الحقيبة؟ لا تقلق، لم تتبقى على سنة 2020 عدا أيام معدودة، ستصبح غنيا في ليلة واحدة، لن يتبقى هناك أي فقير في دولتنا المنكوبة. من هنا إلى هناك أخي المواطن، تكيف مع الوضع. 2020 وداعا للحزقة والبؤس. هل سيبقى هذا القلب صامتا متحملا عذابه وألمه مبتسما؟ ألن يبوح بمشاعره يوما لتنتهي حيرته وتذهب معاناته سدى؟ خواطر أمور التوصية ستسمعونها قريبا على قناتكم راديو أنفلاس. حياة، أينك يا بنيتي؟ أنا في المطبخ يا أبي، أتريد أن أحضر لك شيئا؟ هل نضج الغداء؟ لا ليس بعد. حسنا، أريد قهوة. ماذا قلت؟ الحساء؟ طبا لك ولحصائك، لا أريد شيئا. لا تقلق يا أبي، فقد كنت أمازحك، سأحضر لك القهوة. تافهة. تناقض الكذب خداع المكر، هراء الافتراء فهامة الحسد.
فإن قلت الحق أنت مذنب. أيها المعلوك، ألم أقل لك أن تبتعد عن الغناء؟ لا أستطيع فعل ذلك يا جدي، الغناء حياتي. غني معي يا جدي، هيا هيا غني، هيا يا جدي غني. إن كنت في المغرب لم أعد أستطيع فعل ذلك. لقد شئت يا جدي. معلوك المشاكس، إن كنت في المغرب فلا تستغرب، إن كنت في المغرب فلا تستغرب. تناقض الكذب الخداع ومكر، تناقض الكذب الخداع ومكر. هراء الافتراء فهابة الحسد، هراء الافتراء فهابة الحسد. راديو انفلاز.